الثلاثاء 25 من يونيو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس. والبداية بالعنم: استثناء مواطني فلسطين من رسوم التأشيرة والإقامة. هل يربك صراع منصب وزير النفط استثمارات قطاع الطاقة؟ وزيادة في إنتاج بـ 12% من النفط خلال 2023. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قرارا باستثناء مواطني فلسطين من رسوم التأشيرة والإقامة، وذلك في إطار دعم الجالية المقيمة في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة استمرار لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك في القرار رقم 289 لسنة 2024، والذي نص على استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978 بحسب منشور عبر منصة حكومتنا. وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة تعليمات بضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح معبر راس جدير الحدودي وفق خطة الحكومة التنظيمية وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي. جاء ذلك خلال اجتماعه بطرابلس مع وفد من المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس الأعيان والحكماء ببلدية زوارة، حيث أكد دبيبة أن تنظيم معبر راس جدير خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الحكومة. اعتمد المجلس التسييري لبلدية بنغازي خطة المصادر الرديفة للمياه للمدينة التي تهدف لتوفير 186 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا من حقول وأبار أبار بنينة وسيدي منصور والهواري في مدة زمنية تقدر ب 18 شهرا من تاريخ البدء في تنفيذها. وبين المكتب الأعلامي للبلدية أن خطة المصادر الرديفة للمياه تستهدف صيانة وتوفير في مستلزمات أبار بنينة وسيدي منصور والهواري وتفعيل مشروع خط 1200 مليمتر الخاص بنقل مياه أبار بنينة إلى الشبكة العامة للمياه لمدينة بنغازي. كما تهدف خطة العمل إلى حفر أبار جديدة في عدد من المواقع والعمل على صيانة العديد من خطوط المياه الفرعية للتقليل من الهدر في الشبكة. نفت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز صحة المعلومات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول توقف مشروع مصفاة الجنوب بنسبة إنجاز 0%، مؤكدة أن المشروع يسير وفق الخطة الاستراتيجية المرسومة من قبل الشركة والمؤسسة الوطنية للنفط. وأوضحت الشركة في بيانها أن المرحلة الأولى من المشروع وهي مرحلة الهندسة الأساسية قد استكملت بالفعل، بينما بدأ جزئيا أعمال المرحلة الثانية والأخيرة، حيث يجرى التفاوض حاليا حول تنفيذ الجزء الثاني منها والذي يتضمن إصدار طلبيات شراء للمعدات طويلة الأجل والشروع الفعلي في التصنيع. ارتباك يعيشه قطاع الطاقة في ليبيا على خلفيات احتدام الصراع على منصب وزير النفط، إذ بينما أعادت هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط والغاز محمد عون رسميا إلى منصبه، يرى دبيبة أن وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق هو صاحب السلطة على هذا القطاع. تفاصيل هذا الموضوع وانعكاساته على الاستثمارات في قطاع النفط تتابعونها في هذا التقرير. يتواصل الصراع على منصب وزير النفط في ليبيا ليعمق أزمة القطاع، إذ يعيش قطاع الطاقة منذ سنوات حالة من الارتباك جراء الأزمات المتوالية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة بفعل تمسك حكومة الوحدة الوطنية برفض إعادة وزير النفط والغاز محمد عون إلى منصبه. يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه لتوقيع عقود تنقيب جديدة. في سياق متصل، سلطت الإذاعة الفرنسية الحكومية الضوء على هذه القضية، معتبرة أن السجالات الحالية تزعزع استقرار الاستثمار الأجنبي. هذا وحمل التقرير رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مسؤولية هذا الارتباك، إذ بينما عادت هيئة الرقابة الإدارية وزير النفط والغاز محمد عون رسميا إلى منصبه بعد إيقافه بسبب اتفاقيات نفطية، يرى دبيبة أن وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق هو صاحب السلطة على قطاع الطاقة. وردا على هذا
الموقف. وجه وزير النفط محمد عون الأسبوع الماضي رسالة احتجاج إلى الهيئة المكلفة بمراقبة عمل الوزراء، مطالبا بإعادته إلى منصبه في الوقت الذي لا يزال بديله وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق يمارس مهامه، رغم تعارض ذلك مع القوانين النافذة باعتباره يشغل خطة عضو في مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط. لكن حكومة دبيبة لا تزال متمسكة بموقفها، حيث أبلغت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن وكيل الوزارة سيستمر في تمثيل ليبيا كوزير لديها. ويعتقد مراقبون أن إبعاد وزير النفط محمد عون كان من أجل تمرير صفقة حقل الحمادة، مشيرين إلى أن دبيبة كان يخطط منذ مدة للإطاحة بعون، لكنه لم يتخذ القرار خوفا من اتهامات حينها بأنه يريد تمرير عدة صفقات نفطية مع تركيا وإيطاليا يرفضها الأخير. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت من جانبها عن خطط لطرح جولة تراخيص خلال نهاية العام الجاري وبداية عام 2025، مشيرة إلى اهتمام المستثمرين بتطوير الأصول الهامشية في البلاد. وفي هذا الإطار قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة ضمن تصريحات إعلامية إنه تم طرح 7 أو 8 حقول هامشية بالفعل، وقد لاقت اهتمام ما يزيد عن 30 شركة. يشار إلى أن ليبيا تستحوذ على أكبر احتياطي من النفط الخام في أفريقيا، ويبلغ إنتاجها النفطي حالياً نحو 1.2 مليون برميل يومياً، وتهدف إلى إنتاج 1.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام ومليوني برميل في عام 2025. ويلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الدكتور علي الشريف الأكاديمي بجامعة بنغازي. دكتور علي مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. وكما كنت تتابع بداية، قانونيا من برأيك هو الأولى بمنصب وزير النفط؟ ومن ناحية أخرى كيف يمكن أن يؤثر هذا الارتباك خاصة على الإنتاج وعلى سير الوزارة؟ نعم السلام عليكم المشاهدين. طبعا إشكالية وزارة النفط الحقيقة هي ليست غريبة على الدولة الليبية، بحكم أن التنازع في مؤسسات الدولة الليبية يعني شمل كافة الحقيقة المؤسسات السياسية والتشريعية وكذلك الآن الاقتصادية المتمثلة في وزارة النفط. الخلاف بين حقيقة السيد وزير النفط وسيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الحكومة من زاوية أخرى هو الحقيقه له تاثيرات سلبيه حقيقه جدا، لان من الناحيه القانونيه انا حقيقه لست بليغ في الموضوع القانوني، ولكن السيد الوزير يبقى هو الوزير الاصلي يظل هو المكلف بالوزاره، طالما ان جهاز الرقابه الاداريه يعني قام برده الى سابق عمله. فيعني عمليه تمكين وكيل الوزاره بهذا المنصب سوف يكون له اشكاليات قانونيه في المستقبل في حاله توقيع عقود جديده او يعني اي اجراءات اخرى تتعلق بالاستثمار الاجنبي في ليبيا. نحن نعلم ان هذه الانقسامات سوف يكون لها تاثير سلبي على الاستثمار الاجنبي وخاصه في الاستثمار النفطي اللي هو يمثل شريان حقيقه الاقتصاد الليبي في الدوله الليبيه. ليبيا حقيقه تعاني من اشكاليه كبيره جدا في عمليه تضخم الموازنه العامه وزيد عجز ميزان المدفوعات. كل هذه الامور سوف لن تحل الا بشيء وحيد وهو تطوير الانتاج النفطي ومحاوله الوصول به على الاقل الى 160,000 برميل. طالما ان هناك مشاكل الان المستثمر الاجنبي يخشى على نفسه من يعني غياب قانونيه بعض الاجراءات المتعلقه بالعقود التي يمكن ان يوقعها مع الدوله الليبيه، وبالتالي سوف يعني تؤثر سلبا يعني على استمرار الاستكشافات والحقيقه وتطوير الحقول وجهات الانتاج النفطي في الدوله الليبيه حتى تتمكن الدوله الليبيه من معالجه كافه القضايا الاقتصاديه بداخلها وبداخل الصالة. نعم شكرا لك دكتور علي الشريف الأكاديمي بجامعة بنغازي. نمر الآن إلى بيانات حديثة للمصرف المركزي. كشف تحليل هذه البيانات أن إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع بنسبة 12% خلال 2023 ليصل إلى 433.5 مليون برميل مقابل 386.5 مليون برميل في العام السابق. وعن توزيع إنتاج ليبيا
ليبيا من النفط الخام بين الشركات الوطنية والعاملة في البلاد. أظهرت النشرة الاقتصادية تصدر شركة الواحة للنفط باقي الشركات بإنتاج 102.2 مليون برميل خلال العام الماضي، وذلك بزيادة نسبتها 9% وبواقع 8.5 مليون برميل عما سجلته في عام 2022. وجاءت شركة الخليج العربي للنفط أجوكو في المرتبة الثانية، إذ أنتجت الشركة 101.8 مليون برميل خلال عام 2023، وذلك بعد تراجع طفيف بواقع مليون برميل نزولا من 102.8 مليون برميل سجلها في العام السابق. ثم تلتها شركة أكاكوس للعمليات النفطية في المركز الثالث، التي ارتفع إنتاجها خلال العام بنحو 11 مليون برميل ليصل إلى 88.9 مليون برميل. وفي المركز الرابع كانت شركة مليطة للنفط والغاز بإنتاج 63.9 مليون برميل، وخلال العام نفسه أنتجت شركة سيرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نحو 30.3 مليون برميل بزيادة تقارب 8 ملايين برميل ونسبتها 26% عما سجلته في عام 2022. تبعتها شركة الهروش للعمليات النفطية التي أنتجت 15.1 مليون برميل بزيادة 8.6% وبنحو 1.2 مليون برميل. أما شركة السرير للعمليات النفطية فرع ليبيا فقد احتلت المركز السابع بين الشركات العاملة بإنتاج 14.5 مليون برميل بزيادة طفيفة بلغت 500 ألف برميل. تركتها شركة أزويتينا للنفط في المركز الثامن بإنتاج نحو 9.6 مليون برميل بزيادة نسبتها 12% عما أنتجته خلال 2022. ثم في المركز التاسع شركة مبروك للعمليات النفطية التي انخفض إنتاجها خلال الفترة نفسها إلى 6.3 مليون برميل وبنسبة طفيفة 6% مقابل 6.7 مليون برميل. وأخيرا شركة زلة في ليبيا للنفط والغاز التي أنتجت 1.1 مليون برميل. فصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلاس متواصل، والآن إلى آخر فقراتنا. أسواق بلاس وجولتنا اليوم ستكون في محل بيع الخضروات والفواكه بطرابلس. طماطم زوز ونص، وعندك الباذنجان بخمسة شمسي، هذا باتجاه باذنجان شمسي، وعندك الفلفل الحار شمس بخمسة، عندك الحريسة بخمسة، والحلو بخمسة، الحلو بخمسة، والكوسة بخمسة، وعندك الباذنجان عندك الخيار خيار بستة، عندك الفلفل هذا فلفل عربي، الفلفل العربي هذا بخمسطاشر فلفل حار، عربي حار هذا. عندك الفلفل الالوان هذه هذه ب 18، وعندك هذه الباذنجان، باذنجان ابيض هذه ب 5 الكيلو. ملفوف، عندك الملفوف هذه الكيلو 3 كيلو ب 10، 3 كيلو ب 10 هذا هو الفقبوس الكيلو ب 5، وعندك هذا فاصوليا كيلو 10، عندك الزهره زهره 3 ب 10 ملفوف 3 ب 10، الاحمر والاخضر نفس السعر 3 ب 10، وعندك الليم القارس هو 3 ب 10 زي ما قلنا، عندك البصل بصل الاحمر هذا يمشي للسلطه افضل، هذا كويس يمشي للسلطه، يمشي للبتاع يعني يمشي في جميع المأكل كويس، هو كيلو ب 4 زائد شويه هو، وعندك الزنجبيل هذا، الزنجبيل هذا الكيلو ب 40، كيلو ب 40 الزنجبيل للدلاع، عندك الدلاع الكيلو زوز ونص، زوز ونص، وعندك القلعاوي 3 ب 10، القلعاوي 3 ب 10، هذا مانجا الجوفة الكفر هذا، مانجا ليبية هذا، هذا الكيلو ب 12، وعندك هذا الخوخ
كوخ تيتس هذه كيلو ب 12 عندنا. هذا عنب ليبيا، هذا عنب ليبيا، هذا الكيلو بتاعه ب 12. عندك المشماش ب 12، وعندك هذه اللوز، اللوز هذا الكيلو ب 8، وعندك الخوخ جميع انواع الغله ب 12، جميع انواع الغله. عندك هذا التفاح تركي، تفاح تركي ب 10. هذا عندك العوينه، عوينه هذه ب 10 حتى، هو عوينه ب 10. عندك هذا البرتقال الصيف، هذا صار الصيف، هذا مش بتاع الثلاجه، لا لا البرتقال صيف، هذه ب 5 الكيلو. الكيلو ب 25 هو زايد، لكن عندنا هنا صار شويه. عندك هذه الانجاز، انجاز انجاز برتقالي، هذا كيلو 20. هذا التفاح التركي، التفاح التركي هذه معروفة 13.75. نهاية موعدنا لليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.